ينبع توقف النفس أثناء النوم من أنه أثناء الاستغراق بالنوم يسد مجرى الهواء لأوقات قد تتراوح بين 10 ثوان ودقيقتين، مما يتسبب أثناء ذلك باختناق لحظي واستيقاظ فجائي. هذا الاستيقاظ يحدث لإعادة السيطرة على مجاري التنفس والحصول على الأكسجين. يعود المصاب بعدها للنوم إلى توقف النفس التالي، وهكذا دواليك. ويرفع توقف النفس أثناء النوم من ضغط الدم، ويزيد من مخاطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت الفجائي. يعاني هؤلاء الأشخاص عادة من مستوى أكسجين منخفض بالدم، ومن شعور دائم بالنعاس والعودة للنوم في ساعات الصباح. أحيانا يصل مستوى الإنهاك المرتفع إلى حد يصعب عليهم الأداء اليومي في حياتهم. ودائما ما يلجأ البدناء إلى أجهزة الأكسجين التي لا تفارقهم في يومهم، بعد أن خلق هذا الاختناق مشاكل عدة، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني أو الاجتماعي. تشير نتائج الأبحاث إلى أنه بعد الجراحة لعلاج السمنة المفرطة، حوالي 86% من أولئك الذين عانوا من الوزن المفرط ومن توقف التنفس أثناء النوم تم شفاؤهم تماما من المشكلة. أهلا وسهلا بضيفي العزيز دكتور عايض، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي علي، وسعيد جدا بوجودي معك اليوم. نعم، بخلي الناس يسألونك الحين ويقولون آراءهم في الموضوع، راح يطلع على الشباب نحاول نقرأ أي شيء فيه. لكن كم نسبة المصابين بالاختناق من مرض السمنة؟ والله هذا يتخلف أو تقديره بناء على وزن الجسم، لكن في المعدل الناس تقريبا أكثر من 45% من الناس اللي كتلة جسمهم فوق 40 عندهم انخناق أو اختناق أثناء النوم، واللي أقل من ذلك يصل إلى 30%، فبين 30 و45% عندهم اختناق أثناء النوم وبدرجات مختلفة. في ناس يلاحظونه وناس لا، ما تجد أنه ما يعرف أن عنده هالشيء لغاية ما تجي تسأله في العيادة وتشوف عنده أعراض اختناق النوم. نعم، طيب كيف يتم التشخيص؟ التشخيص أولا بالقصة المرضية، فتجد أنه في ناس الشخير هو أحد علامات اختناق أثناء النوم، أنه يصحى الشخص مثلا في الصباح وهو مرهق ما كأنه نام، لأنه الأكسجين ينزل أحيانا إلى 50% و60% أثناء النوم وما يعرف. وتجد بعضهم يصحى من النوم، وخاصة الأطفال أمهاتهم تقول إحنا شفنا فجأة يصحى وبعدين يرجع ينام، أو يتقلب إلى اليمين زي ما شفنا في التقرير، يتقلب يمين يسار لأنه ما يرتاح على ظهره، يحس إنه ينكتم تماما والنفس الأكسجين ما يدخله، فتضطر إنه ينام يمين ويسار أو وجهه يزرق ويصحى لأنه الأكسجين يكل عنده فيصحى. فهذه أعراض. لكن التشخيص الدقيق هو أنه نأخذهم إلى مختبر النوم وينومون كامل في المستشفى، يجلسون ينامون طبيعي في غرفة يعني مهيئة للنوم، وتوضع تخطيط على الدماغ وعلى التنفس وعلى أجهزتهم، ويقاس مقدار الانخناق أثناء النوم والاختناق، وأيضا مقدار نقص الأكسجين واضطرابات النوم، فيطلع تسجيل كامل لهم 6 ساعات أو 7 ساعات من النوم، كم نسبة الاختناق، كم درجته، لأنه درجات إذا تصل 15 وأكثر من 15 درجة، وأيضا إلى نسبة الأكسجين، وأهم شيء عندهم هو نزول الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم أثناء النوم. فإذا التشخيص الدقيق هو بالفحص، وللأسف موجود في مراكز محددة في على الأقل سواء في الوطن العربي في السعودية، وعندنا الحمد لله في جامعة الملك سعود مركز متخصص لاضطرابات النوم يترأسه الدكتور أحمد بهمام. نعم، طب الآن كم المعدل الطبيعي يعني النفس يكون كم، يعني الانخفاض اللي مرة مميت والمعدل الطبيعي للإنسان الطبيعي كم مفروض يكون، وأيضا ما هي أثار الاختناق على المريض؟ ممتاز. أولا ما مفروض أن الأكسجين ينزل أثناء النوم، المفروض المريض طبيعي أنه أكسجينه عادي يصل أعلى من 90-95%، ما مفروض ينزل. لو قسنا الأكسجين بنبض الأكسجين ونبضه نجد طبيعي يمر بمراحل كل النوم ويتنفس طبيعي ويصل الأكسجين لجسمه. الناس اللي عندهم اختناق يصل إلى 50-60% بدل 100% مثلا و98% تجده ينزل إلى 60%. هذا لا يكفي لتغذية القلب، الدماغ، الأجهزة، ولهذا يصحى في النوم وهو منهك ما كان ينام، ما أخذ أكسجين، فتجد سهره
صح وأحسن من نومه. أما بالنسبة للأضرار خطيرة جدا، وللأسف أنه بعضها يأثر على القلب، وزيادة كما ذكرت أخوي علي في مقدمتك اللي هو زيادة ضغط الشريان الرئوي، وهو يعتبر من الأمراض الصامتة اللي ما نحسها. يعني يجيك المريض عنده اختناق يضغط على قلبه، يؤدي إلى أن النفس عنده الأكسجين في الرئتين وهذا منعدم تقريبا، ويزيد تصلب الشرايين اللي توصل إلى الرئة، وبالتالي يزيد ضغط الشريان الرئوي ويؤدي إلى ضغط أو قلة جريان الدم إلى الجهات الأخرى من الجسم، وهذا كله مع الوقت انقيسه. ولهذا احنا نعمل للناس اللي عندهم مشكلة في الانخناق أثناء النوم الاختناق، نعمل لهم أشعة إيكو أو أشعة للقلب لنشخص جهة القلب اليمنى ومدى تضخمها، لأنه ممكن يصابون بتضخم في جهة القلب اليمنى، وإذا وصل أنه لم يعالج قد يؤدي إلى فشل لا سمح الله في الجهات، بالذات في جهة القلب اليمنى، غير الأضرار الأخرى على الدماغ وعلى التركيز وعلى حتى طيب. الأطفال والطلاب نعم. في المدارس. نعم دكتور، أخيرا ما هي نسبة الشفاء من الاختناق بعد العملية؟ وفي واحد على تويتر ظريف يقول الشخير منتشر بشكل كبير في ناس مو بزايد وزنهم وعندهم شخير، يبدو لي عندهم معاناة شخصية من هذا الموضوع. هذا تعليق بس سريع، أنا بدي بس إجابة نسبة الشفاء من الاختناق بعد العملية. جميل، النسبة الحمد لله أنا 100%. طبعا الناس يسمعون يقولون 100% ما شاء الله، هذا ما في شيء 100%، الانتخابات العربية الوحيدة اللي 100%، لكن بالنسبة لل 99.9 عشان يعني إيش أكون صادقين، لكن فعلا هي 100%. ليش؟ لأنها لا علاقة بزيادة الوزن والآثار على التنفس، هي دهون حول الرقبة، ضعف عضلات الرقبة وعدم مقاومتها. لما الواحد ينام عضلات الرقبة خلاص تفقد، العضلات عندنا تنام في أثناء النوم، تنام ما تتحرك، فبالتالي ما عاد تقاوم. اللي هو احنا لما صاحين عندنا عضلات احنا نتحكم فيها واحنا صاحين، لما ننام تحكمنا ينعدم، وبالتالي خلاص ما عاد تقاوم الدهون والضغط وزيادة الدهون حول الرقبة ومجرى التنفس، وهذه بالذات تضيق مجرى التنفس، فيصير لها والجهاز التنفسي زي ما شاهدنا في التقرير ينزل ويسكر عليها. لما نشيل الأسباب هذه 100% يكون الشفاء، وهذه عندي دراسات احنا سويناها وسواها زملاء آخرين، 100% الشفاء بعد عمليات السمنة والحمد لله. شكرا لاستشاري جراحة المناظير والسمنة الدكتور عايض القحطاني الذي يعني يمتعنا دائما في كل أسبوع بإطلالته. نلقاك الأسبوع المقبل إن شاء الله، يمكن نكون عندك في الرياض. فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل.